فاكرين الدكتور الجامعي اللي تحرش بالبنت؟ يعني ده ضربها وسحلها وزعق لها وشتمها. لكن اللي كان بيقعد معاها عشان يتحرش بيها ويعمل اتفاقات معاها، ده نقول له ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. ناس كتير قوي اتهمتني ان انا مع التحرش واني بتضايق من البنات اللي بتطلع تقول فلان بيتحرش بيا، بس مش دي الحقيقه. زي ما قانون التحرش تصدى لبعض القذرين اللي بيعملوا كده، برضو في بنات بقت بتختلق الحكايات دي لاي راجل تحصل بينه وبينها خلاف. يعني بقى في بنات بتتبلى على الرجاله بموضوع التحرش ده. فانا بترجى حملة فستاني وحملة بنطلوني وحملة بلوستي وكده، انكم قبل ما تعملوا الحاجات دي، بعد ما تطلعوا الناس يعني قبل ما تطلعوا الناس ابطال، تتأكدوا ان دي كان واحد بيتحرش بيها، تتأكدوا ان دي اخلاقها وتربيتها انها تتضايق من حد لما يتحرش بيها، تتأكدوا ان دي حد محترم، ما مش هو اللي شجع اللي قدامه على ده. اتأكدوا بس عشان مصداقيتكم وعشان يبقى فعلا مجهوداتكم دي بتوصل للمجتمع. النهاردة احنا في قضية شائكة جدا 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 جدا، وهي دكتور جامعة بيتحرش بطالبة. عندي امتحان اورال في مادة جيولوجيا 2 مع دكتور اشرف سمير، فجاية كنت المفروض امتحن وكده، نأجل امتحان انا وواحدة صاحبتي، فجاه قال لي خلاص ماشي اوكي مفيش اي مانع اتأجليه، بس قبل ما تيجي انت وهي اتصلوا بيا يعني قولوا لي عشان اكون موجود ولا لا. فكلمته فعلا قبليها قبل ما نمتحن بيوم، قال لي لا انا عايزك تيجي لوحدك، كل واحد يجي كده يمتحن لوحده. قلت له طب وصاحبتي؟ قال لي لا لا مالكيش دعوه بيها، انت تجيلي لوحدك الساعه 3. قلت له خلاص اوكي. طبعا ساعتها انا حسيت ان في حاجه غلط، الساعه 3 بيبقى كله اسلام مشى، فرحت اشتكيت اللي هو المسؤول عن لكن ما كيسكيش قبليها ولا اي حاجه، دي كانت اول موقف. مالكيش دعوه بالدرجات، كان قبليها بقى قبل امتحان الميد ترم وكده، قال لي مالكيش دعوه بالدرجات، انا هظبطك في الدرجات، اهم حاجه امتحان الفاينل يعني بتاعك. قصدي مفيش معاكسه، دي كانت اول حاجة. ما كانش في اي حاجه. فجيت تاني يوم رحت لهم هنا اشتكيت وكده، قال لي لا اطلعي امتحانك عادي ما فيش اي حاجه. فطلعت فعلا كانت الساعه 2، جه قال لي مذاكرتش؟ قلت له اه بس في جزء لسه، قال لي خلاص ماشي اوكي ما فيش اي مانع. فجه قال لي طيب ثواني عشان امتحنك، جه رايح قافل الباب بالمفتاح، جه بقى عشان قال لي ممكن ده على طول كده سمعت كده، قلت له لا طب ممكن بقى تفتح الباب عشان صاحبتي بره. فجاه قال لي طب ما قلتليش ليه؟ قلت له لا ما انا هي بره نسيت اساسا. قال لي طب اصبري شويه، قلت له لا افتح الباب. جه قايم فتح الباب، بعد ما فتح الباب قال لي طب اقعد شويه، قلت له لا 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 انا نازله. فعلا نزلت، قال لي طب هتيجي تمتحني؟ قلت له طب ماشي ان شاء الله هباجي امتحن تاني. نزلت فعلا حكيت لهم اللي حصل، قالوا لي طب انت كده معكيش اثبات، ممكن الموضوع يتقلب عليكي، حاولي تجيبي اثبات. قلت له طب انا هحاول اكلمه في التليفون اساله ايه اللي حصل ده. كلمته في التليفون بقول له يا دكتور ايه اللي حضرتك حصل ده؟ جه قال لي انا مش عارف انت بتتكلمي على ايه. نكر كل حاجه عشان كان حاسس ان انا بسجل له. قال لي طب انت عموما تعالي لي يوم الخميس. تعالي. بس انت مش في مكالمه مسجله له فعلا انه قايل فيها؟ مكالمه، كنت ساعتها بقى رحت له يوم الخميس. سجلتي له وهو موجود؟ راضي يتكلم في التليفون. رحت له يوم الخميس، جيت عشان الامتحان وكده، قال لي كنت بقى بتقولي ايه؟ فقلت له حضرتك ازاي تقفل الباب؟ قال لي عادي فيها ايه؟ انا عايز اعمل معاكي علاقه. قلت له نعم. قال لي ايوه عادي. قلت له حضرتك دكتور وانا طالبه ازاي؟ ما ينفعش. قلت له عموما يعني ما ينفعش. جه قال لي لا عادي دي علاقه ما بين راجل وست، انت بتتكلمي في ايه؟ قلت له بس ما ينفعش. جه قال لي لا 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 عادي. قلت له بس حرام. جه قال لي لا دي الحاجات دي مش حرام، من الكبائر اللي هو من الحاجات ان الكبائر السرقه والزنا، اما الموضوع ده لا ده علم. قال لي هو انت مش بتتفرجي على افلام؟
هو قصده مش زنا، قصده ايه العلم يعني التحرش كده؟ هو المفروض ان انا اتفرج على افلام ده علم. قال لي مش بتتفرجي على افلام؟ قلت له لا طبعا. بيعلمك يعني؟ قال لي لا ازاي، ده في بنات بتجيلي بيقولوا لي ان هما بيتفرجوا. كل ده طبعا موجود في التسجيل، ساعتها بسجل له. هو كان عايز تتفرجي معاه على حاجه يعني؟ بيقول لي لازم تتفرجي، انت ازاي عمرك ما اتفرجتي؟ اتفرجها لك ايه، على الموبايل يعني؟ كمبيوتر. فقلت له لا عمري ما اتفرجت ومش بتفرج. قال لي لا لا عادي ازاي. فقلت له، قال لي طب خلاص اصبري بس نقفل الباب 10 دقايق المره دي. قلت له لا طبعا انا ماشي عندي شغل. فعلا طلعت بسرعه. كنت فعلا كان هيقلع هدومه ولا دي اشاعه؟ لا ده تالت مره، انا رحت له تالت مره بقى. فجت بعد كده نزلت على طول. سجلتي له بقى يوميها؟ ساعات سجلت له، نزلت طبعا سمعت لهم التسجيل وكده، كلموا العميد. العميد قال لهم تروح يوم السبت تمتحن عادي، وانتوا تطلعوا وراها بتوع الامن والدكاتره يامنوها. لو قفل الباب تاني بالمفتاح اطلعوا بقى خبطوا وشوفوا هتعملوا ايه. فعلا طلعت يوم السبت عشان الامتحان وكده. جه قال لي يلا بقى نتفرج على فيلم. قفل الباب بالمفتاح قبل ما يقفل؟ قال لي نتفرج على فيلم. قلت له لا. قال لي خلاص نقفل الباب. قلت له لا، لسه بقول له لا، لقيته فعلا قفل الباب بالمفتاح. ولقيته هو جاي تقريبا كان قاعد يعني واقف قدامي وكده. طبعا انا كنت مغمضه خالص. قلت له افتح الباب افتح الباب. قال لي وطي صوتك هتفضحينا. وهما ما طلعوش بقى يفتحوا الباب زي ما العبيد قال؟ كانوا بيخبطوا. ايوه متلبس، اتمسك متلبس يعني. بس كان خلاص، وهو قبل ما يفتح الباب بالمفتاح كان يعني لبس، كان قافل الباب بالمفتاح. طبعا سمع الخبط، قال لي طب استخبي ورا المكتبه. فقلت له طيب حاضر. قبل ما فتح الباب طلعت. طلعت طبعا كان بتوع الامن واقفين والدكاتره وكده. قال لهم اصل كانت جايه عايزه تمتحن وانا ما كنتش راضي. قالوا له تقفل الباب بالمفتاح. قال لهم اصل دي كانت غلطتي. قلت له ايه؟ عنده كام سنه؟ 62. 62 و يعني هو دكتور ايه؟ دكتور جيولوجيا. ما حصلش ده قبل كده مع اي حد؟ هو حصل بس كتير قوي ما اتكلموا، ما بيردوش يقولوا. مش قال كده يعني، يعني حصل كتير بس ما بيردوش يتكلموا. في بنات كتير تقول لك لا واتكلم ليه وافضح نفسي وحاجة. انا اصلا كمان بعد الموضوع ده بقت كل الدكاتره في الكليه بيعاملوني وحش جدا، عشان واحد زميلهم وازاي اعمل كده. بس ليه؟ ومش المفروض يزعلوا من زميلهم ان هو اللي عمل كده؟ جت قالت لنا بدل الشوشره دي. قالت لهم يعني هتعملي ايه يعني؟ كانوا هم بقى فهموه كده وقالوا له ايه الغلط وازاي ما يعمل وازاي تعمل. رحت عملت محضر؟ رحت عملت محضر بعد كده، لقيته هو فعلا عامل فيا محضر انا والعميد واتنين بتوع الامن ودكتور، ان احنا دي مؤامره عليه. ليه؟ ما بينهم مشاكل هو والعميد محمد اسماعيل. فعمل مؤامره. انا طبعا عملت له محضر بس المحاضر تقريبا اتحفظت. وعملنا تحقيق في حقوق الجامعه، الكليه حولت التحقيق. هو لسه شغال؟ اه لسه شغال. لسه بيجي؟ النهارده ما حصلوش حاجه خالص؟ خالص. هي الوكيله بتقول لي اتحول لمجلس تاديب بس لسه. والبنات بتتعامل معاه عادي؟ اه بس طبعا اخدين دلوقتي حذرهم يعني ما بيخشوش. هو ما بيتكسفش بيجي عادي؟ بيجي عادي خالص كانه مش غلطان. هو مطلعني انا اللي كدابه بتبلع عليه مؤامره يعني. انت ليه صممتي ان انت تطلعي تقولي بقى؟ عشان حقي ما اخدتهوش، وغير كده يعني فين حقي؟ ما حدش جاب لي حقي. هما بيقولوا لي اصبري بقى الجامعه لسه هتجيب حقك. بس انت بتحسي ان ما حد يعاملك كده ان هو الدكاتره اللي هم حاسين انا اللي كدابه، انا اللي غلطت في حقه يعني، ما حدش جاي معايا. انت حسيتي ان المعاكسه دي اهانه ليكي؟ هي يا ريت معاكسه بس هي اتعدت المعاكسه. الموضوع ما حرش يعني. وهو كل ده انكر ولا دي كدابه بتكذب. كنت ايه اللي يرضيكي؟ ياخد عقوبة صح؟ يعني توقف مثلا يعني. 62 سنة هي دي جامعة خاصة؟ 62 مفيش معاش ولا ايه؟ لا لسه مش عارفة بس هو 62 سنة. هي المفروض ان يتحط قانون للتحرش. هو كان في دكتور قبليه بس ما وصلش لكده، كانت يا دوبك مكالمة تليفون. اتفصل اساسا تقريبا سنة ولا سنتين. مش معنى ده؟ وما جاش تاني من بعد يعني، جه مره وبعد كده ما جاش. مش معنى ده؟ مش عارف، ما فيش خالص اي اجراء اتخذ معاه. ما فيش. هو فين دلوقتي؟ هو المفروض كان فوق بقى، مش عارفه ماشي ولا لا. هو لما سمع بقى المكالمه اللي انت سجلتيها له دي قال ايه؟ ما انت كدابه بتتبلي عليه. قعد تحيح هو بقى. احنا عملنا مواجهه انا وهو، فقال لهم لا ده انا كنت بستدرجها بالكلام، عايز اعرف مين اللي وراها. مش المكالمة فيها ايه؟ مش فيها ان هو
ده بيقول ايوه انا قلته فعلا، انا مش بنكر، بس كنت بستدرجها عشان اعرف مين اللي كان وراها، مين اللي وزدها عليا. سلام حويطة. يقال ان اتفصل الاستاذ ده صح ولا ايه؟ مش عارف، يقال ان هو اتفصل. بس ايه ده يعني؟ الناس دي بتبقى متجوزه ولا مش متجوزه؟ تبقى مريضه يعني عشان اضحي بمستقبلي وبكاريري وبسمعتي في الجامعه وبتاع، عشان اقعد اتكلم في افلام وبتتفرجي وما بتفرجش وده علمه؟ ايه القرف؟ ايه الهبل ده يعني؟ ما اعرفش، مش فاهم. فهي يقول لك ايه، اصل الناس عندهم كبت برضو. طب كنا بنقول ان الشباب الصغير عنده كبت وبيتحرش وبتاع عشان مخدرات وعشان مش بيعرفوش يتجوزوا وبتاع. لا ايه كلام طبعا، لان اللي ما بيعرفش يتجوز ده يعني بنلاقيه بيتجوز بيتحرش برضه. طب ايه؟ ما هو مش كبت، هو ايه؟ هو قلة أدب؟ قلة ضمير؟ مرض؟ عدم ثقة بالنفس؟ رغبة في إثبات الذات؟ أنا راجل كبرت مثلا وخرفت وعديت 50 أو بقى عندي 45، فبقيت مثلا عايز أحس إن أنا بعرف بنات صغيرين؟ مش عارف. سمر يا فندم، اهلا ازي حضرتك يا استاذه؟ الحمد لله كله تمام. ماشي حضرتك. بالنسبه للحاله الاولى بتاعت البنوته اللي الدكتور ضربها، حضرتك انا مش مقتنعه باللي هي قالته. يعني هي بتقول للدكتور اتفضل حضرتك راح ضربها، قال لها انا سيدك وتاج راسك، انا سيدك وتاج راسك. طب ازاي يعني؟ ازاي؟ وهو عمل كده مع كام بنت قبل كده، ان هو يضرب بالنفس كده، اكيد استفزته في حاجه يعني. هو اكيد ما ممكن يعني تكون اتفضل حضرتك دي هو خدها على ان يعني يلا خلصنا. لا يا استاذه، يا استاذه ازاي هو دكتور عنده 72 سنه وراجل كبير وقيمه كبيره، ماشي، وبتقول له اتفضل حضرتك، يعني اتفضل حضرتك. لا ما انا ممكن اقول اتفضل حضرتك دي بست سبع طرق بتشويح، بس انا مستغربه بس ان هي بتقول. لكن برضه هقول لك حاجه، طيب افرضي ان هي اتكلمت بطريقه مش لطيفه مثلا او حاجه، انت تقبلي ان هو يمد ايده عليها او يشتمها او مع حسب الاستفزاز يعني؟ هو يعني برضه هقول لحضرتك على حاجه، هي لو استفزته، لو استفزته جامد هو غصب عنه يعني، هو دكتور انت فاهماني؟ لا ما هو انا انا بتكلم في ايه دكتور دي؟ ايه هو دكتور؟ يا فندم بصي اقول لحضرتك على حاجه، يعني المدرسين في المدارس نحترمهم يعني، انا شايفه ان هم مش واخدين حقهم دلوقتي يعني. الطلبه بيقعدوا يتريقوا على المدرسين، ممكن يرموا عليهم ورق وهم واقفين. لا بصي انا لا انا مش بتكلم على ان المدرس او الدكتور ملوش احترام، وليه كل الاحترام طبعا. انا بتكلم على انه يستخدم نفوذه في انه يفتري على الطلبه. ما هو ما ينفعش، ما هو كلام حضرتك صح، هو ما ينفعش يضربها، بس هي الاستفزاز الطريقه نفسها انت فاهماني؟ بس انت عارفه دي مدموزيل كبيره يعني، مش عيله صغيره يعني. هي بصي هقول لحضرتك، يعني هو ضربها هي بس، يعني هو ضربها هي بس يعني، ولا ضرب كل يوم بيضرب واحده؟ لا مش كل يوم، هم بيقولوا انه مؤخرا هو حصلت له ظروف شخصيه واكيد مأثرة على اعصابه طبعا. يعني وهي تسامح يعني، انا عجبني كلام مامتها جدا جدا كمان، انا احترمت مامتها جدا جدا جدا. مامتها عشان قالت كله عند ربنا يعني. شوفي حضرتك، هي قدرت الظروف اللي هو فيها، وقدرت سنه، وقدرت مركزه. فبصراحه يعني حضرتك انا شايفه ان هي مش مقتنعه بكلام البنت، مش عارفه ده احساس. هو مفيش يعني في عدم اقتناع من جوايا. ما احنا قلنا هو يطلع، انا بشكرك، هو يطلع ويرد عشان ما اعرفش الناس بتخاف ليه. هو ده بقى اللي بيحسس الناس غلطانه يعني، الناس لما ليها حق الرد. طب ما انت كل الناس عارفاك اللي في الجامعه، المحيط بتاعك كله عارف الموضوع،
تطلع وترد وتقول انا حصل كذا كذا مني عشان كذا. بس برضو البنت مش مفترية، يعني مش ممكن تكون تعدت حدودها وقالت ادبها لدرجة انها تتبهدل البهدلة دي. نوي ام يوسف. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام ريهام؟ كله تمام الحمد لله. بجد وحشتيني، وعايزه اقول لك تسلمي وتعيشي، ودايما كده فوت الحق بيبقى دايما. وعايزه اقول لك ان يعني دايما دايما اللي بيبقى صح بيبقى الناس كتير دلوقتي في الوقت الحالي بتهاجمه وبتفتري عليه وما بتبقاش شايفه وجهة نظره صح. بس للاسف بقى لما بيمر بنفس التجربه يعني بيعترفوا، بس بيبقى بعد ضياع الوقت، لان يعني خلاص بيبقى الواحد فقد ثقته في اللي حواليه، بس ما بيبقاش فقد ثقته طبعا في ربنا. وان برضه الصوت اللي هو يعني شايف ان هو صح وراضي ربنا اولا بيبقى ده عن يقين جامد قوي قوي. وانا فعلا برضه بمر بالموضوع دوت، بس للاسف ان يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا مشتته. بس ارجع واقول الحاجات اللي بشوفها وباخد على فكره. ايه هو الموضوع اللي انت بتمري بيه؟ اني انا بعمل خير، ودايما كان حبي للناس اني انا اساعد، وربنا الحمد لله طبعا اكرمني، ودايما كان دايما شايفاكي انت مثل اعلى واغباكي قوه ليا بامانه والله العظيم. ما حد قايل لي اقول الكلام ده، بجد انا شايفاكي مثل عالي جدا 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 لكل ست وكل راجل المفروض ان هو شايف حاجه صح واولا فيها رضا ربنا يكون ماشي على بركه ربنا وما يهموش كلام حد، لان دايما الصح هو اللي بيتهاجم دلوقتي. فانا بجد بحييكي وبقول لك احنا وراكي وهنفضل وراكي طالما ربنا اولا راضي عنك، واحنا كمان راضيين عن كل افعالك. وبشكرك جدا جدا، وبقول لك دايما منوره، وعمرك ان شاء الله يعني طول ما انت يعني فيكي نفس واحنا فينا نفس هنفضل وراكي ليوم الدين ان شاء الله يا مدام ريهام. وبشكرك جدا سهلت وبحييكي. على مكالمتك دي. عايزه اقول لك برضو حاجه، لما بتتحطي في ازمات او بتلاقي ناس بتهاجمك او كده، قد ايه دي بتبقى حاجه مفيده جدا، انك بتعرفي ان راي الناس مش مهم خالص. يعني بجد بيبقى راي الناس مش مهم، والمهم ان انت راحت بالك. يعني هقول لك حاجه، لو حد منافق مثلا وباله مش مرتاح بيعمل حاجات وحشة كتير بس الناس بتسقف له كلها، هو مش هيبقى متصالح مع نفسه أبدا. لكن طول ما الواحد، مفيش حد صح طول الوقت، كلنا بنعمل غلطات كتير، لكن اللي بتبقى نيته كويسة ده ما يهموش حد، تبقى نيته خاصة لله سبحانه وتعالى ده ما يهموش حد. بص بقى، شكرا قوي انك فكرتيني. طلع لي صور كتير قوي على الانترنت، لا مش كتير، هي صورة وانا بشرب شيشة، مش بشربها، حطها يعني على رجلي. الشيشة دي جيت انا مثلا من سنتين كده او ثلاثة، لا اكتر، 4 سنين مثلا، عمري شفت سجاير خالص. وطول الوقت من وانا صغيره كان عندي حساسيه من الكلاب جامده جدا، الحصانه ممكن تدخلني المستشفى، ومامتي وبابايا الاثنين بيشربوا سجاير كتير، بس ما يشربوش في البيت، يطلعوا يشربوا في بلكونه، يطلعوا يشربوا مش عارفه ايه. والعيله كلها مدخنه جدا، يعني خالتي، خالي، عمتي، جدتي الله يرحمها 96 سنه متوفاه والسيجاره في بقها، تلاقي بابايا بيضحك دلوقتي لان بابايا برضو يعني سيجاره في سيجاره في سيجاره. ليه بقول كده؟ عشان اكيد مش بقول حاجه عيب على اهلي، في فرق بين العيب والحرام والمضر، اوكي؟ في ناس بتقول ان المضر ده في حرمانيه، ان انت بتضر نفسك، بس ده معناه كده ان اللي بياكل كتير حرام مثلا. ماليش دعوه بالاجتهادات دي، لكن لازم نتفق ان في فرق بين الحرام والمضر والعيب. ناس كتير قوي تقول لك الشيشه دي مش بتاعت ستات كده، مش بتاعت مش عارفه ايه. انا معاكوا ان شكلها مش حلو،
يعني وانت ماسكه شيشه كده، حتى يعني حتى ايه ما الواحد يمسكها كده يمسكها بطرف صباعه عايز يعملها شيك يعني. فمن 4 5 سنين عندي ضغط فظيع في شغلي فظيع، وحتى كنت عملت حلقه في وقت من الاوقات ان ازاي المحجبات بيقعدوا، اول بقى ابتدت حكايه الشيشه دي موضه يعني في مصر، كنت بقول ايه المحجبه اللي رايحه حاطه الشيشه في بقها، وكنت رابطه جدا بين ان زي الحجاب ده ليه احترامه وكده، عشان دي كانت حاجه جديده علينا، كانت حاجه جديده على مجتمعنا وعلى ثقافتنا ان انا اقعد اشيش. والشيشه كانت مرتبطه في الافلام زمان بالمعلم والمعلمه والقهوه وحاجات كده، قبل ما بتبقى الارجيله في لبنان والمش يعني، وقبل ما يتعمل مبسم الماز وشيشه بامبا وشيشه خضراء وشيشه زرقاء وحاجات كده. فالمهم كنت بقعد كتير بعد الهوا في كافيهات، وجي وقت الثوره اللي كنت بمشي فيه من المحور للنهار. انا معلش بضيع وقتكم في خبرتي مع الشيشه عشان اديكم بس نصيحه صغيره يعني، واوريكم حاجه انا اعلق عليها. فكل فاضيه بقى، مبشتغلش، مش متجوزه، وولادي كبار، مفيش حاجه بعملها، ومفيش حاجه بعملها المحور دي يعني. لو انا طلع عيني في النهار مثلا قد كده، لا المحور طلع عيني وطلع عيني وطلع عيني. كنا من العريش مع دكتور حسن راتب كنت بشتغل كل حاجه في المحور دي، في سما العريش وفي القناه، وادرب مذيعين وزيع، كنت بعمل كل حاجه في القناه دي، كل حاجه، ما كنتش بنام بجد. ففجاه سبت المحور ورحت النهار، وقالوا لي في فتره انتقاليه وجت الثوره، بقيت كل يوم اخد كتاب وانزل اقعد في كافيه في الزمالك كده لوحدي بالليل بقى متاخر، حتى ما بكلمش حد، ولا حد معايا، ولا معايا اصحاب ولا اي حاجه، لان انا ما كانش عندي اصلا يعني الفرصه ان يبقى فيه اصحاب يعني. فابتديت ابص للناس وهي بتشيش، في راجل قال لي ايه في حاجه شيشه، قلت له انا عمري ما دخنت. قال لي دي مش زي السجاير خالص، مش متعبه خالص وبتاع، جربي بس. ده في عندنا تفاح وكريز وفراوله ومانجا وموز وفانيليا ومش عارفه ايه. قلت له ماشي. طبعا بشربها انا لغايه دلوقتي، لو فكرت بقى بعمل كده واروح اهفها في الهوا كده، ما يعني ما حكيت اخدها على صدري، ما بعرفش خالص اعمل الحاجات دي. فلقيت ان انا مروحه هاديه يعني، نفست طاقه كده. بس انا قلت لا، انا ما بحبش يبقى في عاده ابدا، ما بحبش يبقى في انا متعوده على حاجه، انا بتريق على مامتي وبتريق على بابايا، والسجاير دي جابت القلب لجدي الله يرحمه، وكانوا يقولوا لي بطل السجاير يبقى في العنايه المركزه، ويقول لهم بس اخد اطلع اخد نفس، انا عمري ما هبقى عبده للتدخين ده، وبكره التدخين وحاجات كده. ومشيت الحكايه سنه ورا سنه، ممكن اقعد 3 اسابيع ما اشربش، ممكن اقعد شهر، ممكن اقعد اسبوع كل يوم ابقى الغلطه اللي عملتها اني ربطت بين ان انا متعصبه او عندي ضغط، وان انا لو رحت شربت شيشه هبقى هاديه، وده غلط طبعا. ابتديت حركتي تقل جدا، ابتديت اطلع السلم اتعب جدا، فوقفتها. وقفتها اللي هي يعني دلوقتي مثلا ممكن كل شهر، كل شهرين، كل كده، اللي هو تفاريح يعني، عاده سيئه جدا. حاجه الشيطان اللي جالي في يوم من الايام قال لي جربي مش عارفه ايه، ما كانتش حاجه لطيفه، مش نافعه خالص شخصيتي، لان انا ست كلاسيك جدا، ولكن الشيشه مش عيب ومش حرام، الشيشه مضره جدا جدا جدا، ولا انصح بيها حد، وستات كبار بيشربوها، محجبات بيشربوها، في جده كنت بشوف منتقبات بيشربوها، فهي مش حاجه عيبه عشان يقول لك بتاعت الشيء. انا بشرب شيشه خلاص، بس بصراحه يعني
بعد ما تعبت انا بحافظ على صحتي على قد ما اقدر. دلوقتي بفكر مليون مره يعني فين وفين لما وبقرف قوي من البتاع اللي بتبقى مطرح ناس كتير في كافيهات، وبقرف من ان الراجل بيجي يحطها في بقه وبعدين يديها لك فاقوله لا غير البتاع ده. يعني الحكايه كلها بقت مقرفه بالنسبه لي جدا. لكن انا بستغرب، طب انا ست دلوقتي يعني كبيره قوي، بقول لكم الحكايه دي من 4 سنين يعني لغايه مثلا ما وصلت 36 سنه ما كنتش جربت حاجه ولا لزقت في حاجه، ويا ريتني ما كنت لزقت يعني. بفهمش بقى لما مثلا حد يهزر فيلاقي مثلا طفل، اكيد انا لو عندي اطفال صغير عمري ما ولا هشرب سجاير ولا هشيش قدامهم ولا اي حاجه، والكبار عارفين ان ده مضر جدا وما بيقولوش اصل اشمعنى، وعمري في حياتي ما بقعد قدامهم يعني خالص، يمكن ما يعني يمكن هم عرفوا من الانترنت يعني، عشان خايف عليهم مش عشان بعمل حاجة عيب يعني. ومش مخبية موضوع الشيشة ده لان انا مستغربة قوي، انا بشيش في كافيهات الكافيهات دي بيبقى فيها ناس كتير جدا فانا مش عارفة فين السر يعني بيدخل يسألني اقول له ايوه شيشة تفاح مثلا، مش مخبية خالص، فكانت بتطلع على الانترنت على انها اخبار يعني. كنت دخلت اوضة نوم يعني يا جماعة انا بقعد في حتت عامة زي كل، انا زي على فكرة انا زي كل البني ادمين، بس لما يبقى في طفل صغير اقول له جرب السيجارة دي او خد ازازه البيره دي او امسك لي الشيشه او خد الشيشه، ده بيبقى ايه؟ يقول لك ايه لا لا ممنوع يعني مثلا، والعيال صغيرين لو في ضيوف جايه او حتى هم حتى عارفين الكرو كده هيشربوا سجاره يطلعوا بره، يطلعوا بره البيت عشان الباسيف سموكرز دول اوحش، اللي هم الناس اللي بيدخنوا جنب الناس. عايزاكم تشوفوا الفيديو اللي جاي ده بتركزوا، وعايزه تعليقاتكم من فضلكم. طب اقسم بالله ما اعرف اشربها كده ولا طالع من المناخير ولا الحاجات دي خالص يعني، ليه ليه وازاي بجد يعني الفيديو ده بجد؟ يعني وحبيتها امتى وفضلت تنادي عليها امتى وبتقول لهم وسعوا، وجنبها عيال تانية على فكرة وعياض دي مدمنة يعني، وبتعيط يدوها لها عادي تمسح دموعها وتكمل تشيش تاني. في حاجات ما مش بفهمها. طيب تعالوا نروح نشوف، هستنى تليفوناتكم.